السيدة جين ماريوت أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح لعب دورا مهما في التاريخ اليمني القريب، وأنه سيلعب دورا مهما جدا أيضا في مستقبل اليمن خلال الفترة القادمة من خلال دعمه للانتقال السياسي. وشددت السفيرة البريطانية على ضرورة إجراء الانتخابات خلال العام 2014، وذكرت أن هناك سيناريوهات كثيرة ومحتملة يمكن تطبيقها على اليمن.